وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج PowerPoint. في هذه المحاضرة راح نصمم انفوغرافيك لأغنى أثرياء العالم. في البداية راح نحذف التكست أريا، وطبعا من تصميم إعداد الصفحة راح نغير العرض إلى 16:9، ومن ثم طبعا راح ندرج صورة. هذه الصورة راح تكون خلفية الأساسية اللي هي هذه الصورة. طبعا راح تكون الصورة بهذه المنطقة، راح نكبر الصورة بهذا الشكل وراح نقتصها بهذه المنطقة. تمام، الآن راح نغير لون الصورة من اللون، ممكن نختار اللون السمائي، هذا ينطي انطباع جميل. الآن من إدراج أشكال راح نختار الشكل السداسي، من الأشكال نختار هذا الشكل السداسي، وطبعا شيفت بهذه الطريقة، وطبعا راح يكون الشكل بهذه المنطقة. نستنسخ الشكل 5 قطع. طبعا أيضا بإمكاننا أن نحدد كل هذه الأشكال وبالشيفت، وطبعا نقلل هذه الأشكال بهذه الطريقة، ممكن تكون مناسبة. الآن راح نحدد كل الأشكال ومن تنسيق محاذات ونختار توزيع أفقي. ممتاز، الآن راح نحدد هذه الأشكال، ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. أيضا راح يتم تحديد الأشكال وإنزالهن إلى الأسفل. راح نضيف الشخصيات، نحدد هذا الشكل، ومن تنسيق تعبئة الشكل صورة، ونختار الشخصية الأولى، راح تكون هذه الشخصية. وأيضا من تنسيق اختصاص احتواء، طبعا راح نكبر حجم الصورة وراح تكون بهذه المنطقة. نحدد الشكل الثاني وراح نضيف الشخصية الأخرى اللي هو بيل غيتس. احتواء، نلاحظ أن الاحتواء مناسب. الشخصية الثالثة أيضا بنفس الطريقة، طبعا من تنسيق احتواء ونزيد كنترول شيفت، نزيد بارتفاع الصورة. نحدد الشكل الرابع ومن صورة، طبعا نختار هذه الصورة. بإمكاننا أن نكتفي بأربعة شخصيات حتى لا يكون وقت الفيديو طويل. هذه الشخصية راح تكون بهذه المنطقة، وطبعا هذه الشخصية راح تكون بهذه المنطقة، وراح نحدد جميع الشخصيات، ومن تنسيق محاذات راح يكون توزيع أفقي حتى البرنامج يوزع لنا إياها بشكل منتظم. الآن راح نضيف مربع نص بهذه الطريقة، راح نكتب اسم الشخصية الأولى اللي هو جيف بيزوس. طبعا راح نختار فونت مثلا الجزيرة بولد، وراح يكون باللون الأحمر، ممكن توسيط، ولا بأس أن يكون 16. وطبعا راح نضيف الثروة والصفة. أيضا راح نصغر حجم النص وراح نختار فونت هادئ، مثلا راح يكون الجزيرة ريجلر بهذه الطريقة، وطبعا باللون الأسود. نستنسخ النصين وطبعا راح نخليه بهذه المنطقة، ونضيف الشخصية الأخرى اللي هو بيل غيتس. طبعا نكليك أيمن، نضغط على حرف الأي، وبإمكاننا أنه هذه الشخصية إضافة إلى القاموس. الآن راح نضيف الصفة والثروة بنفس الطريقة، طبعا أيضا بإمكاننا أنه نضيف بهذا الشكل. نضيف الشخصية الثالثة اللي هي وارن بافيت، وطبعا راح نضيف الصفة مع الثروة. طبعا بإمكاننا نصغر النص الإنجليزي أو ممكن 13 مناسب. وراح نضيف الشخصية الرابعة، وراح نضيف الصفة مع الثروة. أيضا كليك أيمن، نضغط على حرف الأي حتى يكون نفس التنسيق. طبعا بإمكاننا نصحح إضافة إلى القاموس. وأيضا راح نخلي نص هذا النص بهذه المنطقة، وننسخ هذا النص، راح نلصقه بهذه المنطقة. طبعا كنترول أي، ممكن يكون 16، ونختار فونت بولد، طبعا إضافة إلى القاموس، وطبعا ممكن أن يكون 14.
ممتاز. الآن راح نستنسخ هذا النص وراح نكتب أغنى أثرياء العالم لعام 2020. طبعا ممكن نكبر حجم النص ويكون اللون أبيض، ومن تنسيق المخطط التفصيلي ممكن يكون أحمر أو ممكن يكون هذا اللون، وأنا أفضل الأحمر يكون جميل. فقط نزيد بالوزن، وزن المخطط التفصيلي. وطبعا لا بأس أنه نضيف شكل يعني بهذه الطريقة، الشكل يكون باللون الأسود مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي. وطبعا تنسيق الشكل راح نختار تعبئة خفيفة جدا، ممكن 75 إغلاق جيد. نحدد النص وكليك أيمن عليه وإحضار إلى المقدمة. لاحظ أنه أصبح النص أكثر وضوح من السابق. أكملنا إنفوغرافيك بسيط وجميل واحترافي في نفس الوقت. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.